إذن تقول طالبان إنها تحترم حقوق النساء، ومنذ استلامها الحكم للمرة الثانية عام 2021 قدمت وعودا بحكم أكثر اعتدالا، إلا أن الإجراءات القاسية التي تفرضها خصوصا على النساء تنافي ذلك. وآخر القيود التي فرضتها على الأفغانيات إغلاق مراكز التجميل في البلاد خلال 30 يوما وفقا لما أعلنته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إغلاق الصالونات النسائية كانت له مقدماته، فمنذ توليها الحكم عمد الطالبان إلى إزالة صور النساء وطمسها باللون الأسود وفرض تغطية نوافذ الصالونات وتعتيمها. هذه القيود على النساء ليست الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة، إذ أغلقت السلطات العام الماضي معظم المدارس العليا للفتيات ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، إضافة إلى منع الكثيرات من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل، كما منعنا من ارتياد الأماكن العامة والمتنزهات. قرارات الحظر المتتالية استهدفت آلاف النساء اللائي يشكلن جزءا أساسيا في سوق العمل، وبسببها خسرت المؤسسات المحلية والدولية نحو 35% من القوة العاملة من النساء، وخسائر اقتصادية للدولة قدرها مسؤول حكومي بنحو مليار دولار سنويا. عام 2019، أي في الفترة التي سبقت حكم طالبان الثاني، انتعش مجتمع النساء الأفغانيات العاملات وارتفع عدد العاملات إلى 22%، بينما كانت النسبة 15% عام 2001، أي تحت حكم طالبان الأول. هذه السياسات الممنهجة للتمييز وتقييد النساء أدانتها حكومات أجنبية ومسؤولون حقوقيون، إذ قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن الاستمرار فيها سيكون مدمرا للبلاد ولاقتصادها، وستنعكس تأثيراتها سلبا على ملايين الأفغان. معنا من بودفا مونتي جيمرو الدكتورة حليمة كاظم المؤرخة في جامعة ستانفورد. أهلا بك دكتورة حليمة. إذن هذه الممارسات لطالبان كانت الوعود كلها بأنها لن تحدث، وعود للولايات المتحدة وللوسطاء وللمجتمع الدولي، ومع ذلك نرى كل هذه الإجراءات. بتقديرك إلى أي درجة يعني التأثير الاقتصادي ربما هو الأقوى الآن أكثر من التأثير على الحريات؟ لأن يعني ربما هذا معروف، هذا الأثر من سياق قيود أخرى فرضت. شكرا جزيلا لكم على استضافته. هذا أمر يبعث الانزعاج البالغ، لأن كل شهرين أو نحو ذلك يحدث شيء آخر ويؤخذ ينتزع حقه من حقوق النساء الأفغان، والإعلان الأخير بإغلاق صالونات التجميل هذا يضاف إلى ماذا يحدث منذ خلال عامين أو نحو ذلك، إغلاق هذه من الأماكن العامة الأخيرة حيث يتسنى للنساء الذين يتجمعن فيها، وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه يعزل النساء بشكل أكبر ولا يسمح لهن بالتجمع والحديث وتنظيم أنفسهن. إن حكومة طالبان تخشى ذلك ويتتهيب تخاف من النساء وخاصة في المناطق الحضرية أن يكون لديهن القدرة على أن يجتمعن ويتحدثن معا، هذا أمر يبعث القلق البالغ. فيما يتعلق بتجمع النساء، يعني كان هناك المدارس، التعليم ممنوع، الحركة ممنوعة، الجزء الذي يتعلق بالذهاب إلى العمل، هناك عائلات أفغانية معيلها الوحيد هو النساء من الذين واظبوا على هذا العمل الذي يفترض أنه يعني يكون مسموحا على اعتبار اللا مخالطة مع الرجال. الأثر الاقتصادي بتقديرك هل ستعيه حكومة طالبان بعد فترة ما، وبتقديرك يكون له أثر بتغيير هذه السياسات أم أنها غير معنية بهذا الجانب؟ لا أعتقد أنهم قلقون بهذا الشأن. هناك فصائل مختلفة داخل طالبان ذاتها، والفصيل الذي لديه القوة الأكبر وهو في قندهار لا يعنيه، لا يأبه على الإطلاق بأي تنديد دولي ولا يكترث بأي اتفاقيات حقوق الإنسان، وليسوا مكترثين بما يحدث والانتكاسة للنساء. إغلاق صالونات التجميل كانت هي مصدر دخل مهم للكثير من النساء،
ولا سيما في المناطق الحضرية. وأعتقد أن هذا هو الهدف، أنه خلال الفترة كان هناك نمو في حقوق الإنسان في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية، وصالونات التجميل كانت مكان عام مهم جدا ولا سيما في المناطق الحضرية، ولكن في جميع أنحاء كذلك. وهذا أمر مستهدف وأمر محدد، لأنه كان من بين آخر الأماكن التي تسنى للنساء فيها التجمع والحديث، ولذلك أعتقد أن ذلك أيضا يظهر خوف طالبان من تجمع النساء، وأن من الصعب رصد صالونات التجميل للطالبان، لأن النساء يدخلن فيها ويخرجن منها، هناك أماكن لا يذهب إليها الرجال، ولكن النساء بمقدورهن أن يذهبن إليها، وهذا من صعب على طالبان أن ترصد هذه الأماكن، ولذلك قامت بإغلاقها. دكتورة حليمة، تشيرين إلى صالونات التزيين باعتبارها المركز الذي تبقى للنساء للتجمع، للحديث، لتشكل ربما رأي عام خاص بهن، لتشكيل خطاب سياسي، وهن أصلا يعني لم يستكن لكل القيود التي فرضت، كنا يتحركن في الشارع، رغم أن يعني الجانب الدولي لم يساندهن كما يجب على ما يبدو. ماذا بقي للنساء لتشكيل خطابهن ويعني قدرتهن على التحرك والتغيير؟ الخطاب السياسي للنساء أين يتشكل الآن؟ نعم، بالأساس أن هذه الحمامات أيضا والعامة والمدارس الثانوية كذلك كان أكثر 650 يوم أغلقت المدارس والجامعات أغلقت في ديسمبر من العام الماضي، ولم يتسنى للنساء العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية حتى تقديم المعونات الخدمات الإنسانية. هذا الأمر ممنهج للغاية، وما نراه في شأن الأكاديمي على المدى هذا الأمر يديم حملة طالبان للفصل العنصري ضد النساء، واستخدم في جنوب إفريقيا لأكثر من 40 سنة علشان الفصل العنصري اللي هناك، ولكن طالبان أفعال طالبان هي تتعلق بالفصل بين ضد المرأة وفصل، وهذا لابد من اعترافه باعتباره جريمة دولية، لأنه يفي بكل المعايير الموضوعة للتعريف القانوني للفصل العنصري بناء على نوع الجنس وليس العنصر مثلما كان الحال في جنوب إفريقيا. إذن يعني نسخة جديدة من التمييز والفصل العنصري على أساس الجندر وليس على أساس العرق ربما أو اللون كما ذكرتي، بتقديرك هل تخلى فعلا المجتمع الدولي عن المجتمع الأفغاني بشكل عام وعن النساء الأفغانيات بشكل أساسي؟ 100% أتفق مع ذلك، بالأسلوب الذي بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 والكارثة التي تمخضت عن هذا. ولكن إذا كان كذلك حدث مثلا نقول مثلا في النرويج أو السويد أو في بلد آخر في العالم كله سوف يلتفت إلى ذلك وفيسعى جهده لتغيير الأوضاع، ولكن أنها أفغانستان وأنها النساء الأفغانيات لسبب ما العالم يشعر بشكل طبيعي ويستوعب ذلك. هذا البلد دولة الوحيدة في العالم التي تجد فيها تلك القيود وتديمها سلطات قائمة بحكم، لا أقول أنها حكومة وإنما سلطات قائمة بحكم الأمر الواقع، وإذا حدث ذلك في أي مكان آخر في الشمال العالم أو في الدول الغربية لكان ذلك محل اهتمام واستنكار للجميع من الأكاديميين وكل دروب الحياة والمهنيين، لأنها أفغانستان لسبب ما بدأ ذلك أمر طبيعي وهذا أمر غير مقبول. دكتورة حليمة كاظم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بوزا.